ولسه في حد بيثق يا جماعة في حد؟ لسه في بنت بتسلم نفسها وبتثق ان هي هيتجوزها وهتعيش معاه؟ ده احنا شفنا افلام كتيرة قوي بالحكاية دي. حكاية النهاردة بنت في مركز كفر الدوار بحيرة، حبت شاب وكان عندها 14 سنة وفضلت على علاقة بيه، وللأسف كانت علاقة أزواج، وهو استغل اللي هي بتحبه وبدأ يسحب منها فلوس طول المدة دي. مش كده بس، ده بدأ يهددها هيجيب فلوس يا إما هفضحك، فكانت بتدي بيه سخاء عايزاه يتمم الجواز. لكن الأستاذ لا طلع راجل ولا طلع شهم، قام تقدم لواحدة في القرية ويخطبها. البنت عرفت، حبت إن هي تنتحر ودي عم تخلص من حياتها، ولكن حتى دي محاولتها فشلت وأهلها أنقذوها. عشان كده فكرت في الإيه الخطة بيه، إن أنا إزاي أحرق قلبه على البنت اللي هو هيخطبها. يحرق قلبه إيه؟ هو ده ليه قلب؟ تصبر عليه شوية، كان هيسيبها زي غيرها، هو بس هيستفيد منها شوية والآخر هيسيبها ويمشي. لا بتاع جواز ولا بتاع ارتباط، وانت اللي ضيعت نفسك اول واخر. ليه بقى الاستاذه راحت مستنيه البنت اللي لها ذنب في الموضوع دوت، غير ان هي اتخطبت واحد ندل وراحت مستنياها وفي صدرجتها في الارض الزراعيه وخنقتها، والتانيه ضاعت ولا ذنب لها، ودي ضاعت بسبب غبائها اول واخر. الارض الزراعيه صاحبها جه نزل لقى الجثه بله بالتحريات وقدر يوصلوا للقاتل، والقبض على البنت دي. قال ده هو ضحك عليا وخد فلوسي وضيع شرفي وي وي وي، قبض على الولد ماشي، بس اتهام ضد الولد ده هو ايه؟ ما هوش اي ادله غير كلامها، فسهل جدا انه يطلع منها. انما اللي هي صعب جدا انه تطلع هي البنت باعترافها وبالادله اللي اثبتت ان هي دي اللي قتلت. فانت بقول لك انت وغيرك، انت الحاجه اللي عندك بتملكيها دي ما تفرطيش بيها، ما تفرطيش بيها، لان هي ما فيش حد يستاهل. اللي بيقول لك سلميني نفسك، اعرف ان هو ندل، اللي بياخد حاجه مش بتاعته اعرف ان هو ندل وما بيتامنش على حاجه. كان لازم تفوقي من الاول، كان سنك صغير ما لقيتيش حد يقول لك الكلمتين دول. بس احنا بنقول غيرك ينصح، اللي لسه ما وقعش، اللي لسه الخايب بتلف حوالي رقبته، خلي بالكوا. ما فيش شاب يوعد بعد ما بياخد اللي هو عايزه بيوفي. حافظي على نفسك، حافظي على أسرتك وعلى كرامتك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.